بعد اذنك هنرجع لك مره ثانيه، بس هنروح لزميلنا فاروق صلاح ولقاء مع الكابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكره بالنادي الاهلي. اتفضل يا فاروق. من جديد كل التحيه ليك يا كابتن ايمن ولضيوفك الكرام ولكل مشاهدينا مشاهدي ومتابعي شاشه قناه النادي الاهلي في كل مكان. عقب نهايه اللقاء وفوز النادي الاهلي على فريق ماميلودي سان داونز بهدفين، والنادي الاهلي بيقطع شوط كبير، لسه عندنا شوط ثاني. يكون معانا في هذه الاثناء الكابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكره بالنادي الاهلي. كابتن سيد، مباراة كبيرة في ظل ضغوط، في ظل يعني تلاحم مباريات، في ظل غيابات اصابات، لكن دايما في كل كلامك بتتكلم على شخصية لعيبة النادي الاهلي، النهارده حضرت شخصية لعيبة النادي الاهلي. طيب الحمد لله على كل شيء، لكن برضه هرجع اقول خلاص بقى اللي فات فات، انت بتتكلم على اللي جاي بما فيهم النهارده. المباراة دي عبارة عن شوطين، 90 دقيقة اتلعبت هنا في استاد السلام و90 دقيقة هتبقى في بريتوريا. خلينا ناكد على المعنى والمفهوم والواقع ان فرقة صن داونز فرقة محترمة جدا وفرقة كبيرة جدا وفرقة قوية جدا يعني. فلازم نحضر للمباراة كويس. مباراة خلصت انتهت شوطها الأول، لكن شوطها الثاني اللي بيحسم واللي بيفصل واللي بيحدد هو المباراة اللي هتبقى في، أو الشوط الثاني اللي هيبقى في بريتوريا. النهارده فوزنا 2-0، لكن بكره هنريح وان شاء الله الرحمن يوم الاثنين هنسافر على طول باذن الله، ويا رب ان شاء الله الرحمن نكون موفقين باذن الله ونصعد للدور قبل النهائي باذن الله. كابتن سيد، على مدار ال 90 دقيقه النادي الاهلي هو اللي فرض اسلوب لعبه على مدار يعني ال 90 دقيقه، شخصيه اللعيبه اللاعبين، الهدوء اللي كان عند اللعيبه، دور الاعداد النفسي اللي اشتغلته عليه الفتره الاخيره. مش مساله ادوار وخلاص يعني، انت بتتكلم على مباراه تقيله وكبيره، ف الشخصيه بتبقى حاضره والدوافع كمان بتبقى موجوده. احنا بنلعب فرقه يعني تكرار لثالث موسم على التوالي في نفس الدور يعني، فاكيد انت عارف كويس قوي ان هم جايين بغل كروي يعني كبير وقوي، وانت نفسك كمان لازم تقابلها بنفس التركيز يعني. الحمد لله كنا موافقين النهارده، وان شاء الله الرحمن باذن الله نكون موافقين كمان في مباراه بريتوريا. لكن اللي عايز اكد عليه واللي الناس كلها هتبقى عارفاه ان كره القدم فيها كتير جدا جدا، لازم انت كمان تحضر لها بشكل كويس ونخش اللقاء الثاني واكنه اللقاء الاول يعني. كابتن سيد، التغييرات والتبديلات، تشوف صلاح محسن للمره الثانيه في المباراه الثانيه على التوالي بيحرز هدف، ودوركم معاه كلاعب بديل بيكون من النقاط المؤثره في اللقاء، سواء هو وايضا النهارده بتستفيد بطاهر النهارده بيحرز هدف وعوده جونيور اجي. طبعا احنا عندنا مجموعه من اللعيبه سنها مش عايز اقول صغير، لكن سنها مش في البدايات يعني، مهم قوي انها تاخد خبرات كويسه، ومهم جدا انها تتفرم بلغه الكره كده في المباريات الكبيره، لان هي دي اللي هتديها خبرات. هي عندها قدرات وعندها امكانيات وعندها مهارات وعندها حاجات حلوه كتير يعني، لكن في مباريات بتبقى معتمده على الخبرات، معتمده على اللعيبه الكبيره اللي تقدر تقف في الوقت اللي تقف فيه بالكوره، تقدر انها تنقل بشكل كويس، تقدر انها يعني لمسه في الثانيه الثالثه لازم تكون مؤثره، تبقى عارفه كويس قوي قوي التوقيت والنتيجه ايه. ده مهم جدا عند لعيب الكوره على فكره يعني. الدقيقه 89 غير الدقيقه الثانيه والدقيقه الثالثه يعني، انت المكان اللي بتلعب فيه او المكان اللي انت موجود فيه غير المكان في ال 18 مثلا يعني، كل دي خبرات بتجيلك يعني. اللعيبه كويسه واللي جايه هيبقى بالنسبه لهم افضل ان شاء الله يعني، زي ما قلت كل اللعيبه بنحتاجها وكل اللعيبه هيبقى لها دور وهيجي دورها، وما تعرفش ربنا سبحانه وتعالى كاتب الفرحه هتبقى على ايد مين او على رجل مين يعني. فخلينا برده نقول ان اللي جاي برده الناس كلها هنبقى محتاجينها. عندنا مجموعه من الاصابات زي حمدي فتحي، زي سعد سمير، زي علي معلول، كل دول غايبين بقالهم فتره، ان شاء الله الرحمن يكونوا موجودين ويزيدنا قوه على قوتنا باذن الله. شايف السيناريو بيتكرر مره ثانيه والفوز على صن داونز في المباراه الاولى، ايضا التواني النهارده كلموا الكلمه العليا، فوز كايزر تشيفز على سيمبا والشباب بوليسداد على الترجي، والاهلي ايضا بيفوز على ماميلودي صن داونز. بص انا ماليش علاقه بالباقي، انا ليا علاقه بشخصي وفرقتنا يعني فرقه الاهلي. خلينا ناخد الموضوع، البطوله الافريقيه بتتاخد بمراحل، خطوه ورا خطوه ورا خطوه ورا خطوه، وعايز اقول برضو ان هي يعني مفهومي وعقدتي يعني انطباعي الدائم يعني، المباريات باحداثها، المباريات ممكن تبقى فيه فرقتين كبار قوي بيلعبوا بعض، لكن احداثها الفرقه تبقى اسهل من الفرقه الثانيه، وممكن المباراه تبان ان هي يعني ما بين فرقه كبيره وفرقه اقل في الاسم او المستوى، لكن احداثها تبقى صعبه عليهم يعني. كابتن خطيب النهارده كان حريص انكم يكون متواجد معاكم في فندق الاقامه، كلامه ليكم كجهاز فني وللاعبين. بص هو كابتن خطيب يعني مش انا اللي هقول الكلام دلوقتي يعني عليه يعني، هو دايما موجود في الاوقات اللي هي بتبقى محتاجها باحساس لعيب الكوره وباحساس اللي هي التواجد في التوقيت معين، الكلام بيبقى ايه؟ هو مش كلامه خلاص على فكره يعني لازم دايما تبقى انت محتاج التوقيت اللي تتكلم فيه، محتاج التوقيت اللي توجه فيه، محتاج تون الصوت كمان يبقى امتى عالي وامتى متوسط وامتى لا في هدوء كده، كل دي بتعتمد طبعا على الشخصيه والناس اللي هي مهنيه عارفه الكلام ده كويس يعني.
اختم مع حضرتك اكد علي معلول موجود مع الفريق ان شاء الله في رحله بيتوري. نعمل اشاعه ان شاء الله الرحمن بكره باذن الله زي ما هنعمل اشاعه لحمدي فتحي ان شاء الله يكون موجود معنا على امل لو ما حدش لحق المباراه بتاعت بيتوري. انت عندك بطوله بعديها بست ايام اللي هي مع نهضه بركان في السوبر في قطر. اشكرك كابتن سيد والتوفيق ان شاء الله في المباراه. شكرا شكرا. كابتن ايمن ده كان لقاءنا مع الكابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكره بالنادي الاهلي. طبعا اتكلم على المباراه وشوط كبير جدا وقال خلاص قفلنا صفحه مباراه صن داونز عندنا مباراه ثانيه وشوط ثاني في بريتوريا هنحتفظ بنفس التركيز بنفس شخصيه لعيبه النادي الاهلي ايضا ويعني تطمنا من خلاله برضه على بعض اللاعبين اللي ان شاء الله هيرجعوا من الاصابه سواء علي معلول او حمدي فتحي ان شاء الله يكونوا موجودين مع الفريق ان شاء الله في رحله بريتوريا وايضا مباراه السوبر امام نهضه بركان. من جديد تعود الكلمه ليك يا كابتن ايمن ولضيوفك الكرام.